بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث مثلا السلام ربي في اللون نجعل ربي ذا ذروم إذا في اللون لهموم خني فكر ربي الخير وانتخر إن شاء الله كل يومين يبغى يقضى أين يقاذ يخضى خني فكر ربي السر ذا لي سر ثلاثان سر يثمثن السنت البوسع أول أدن سقرد الشاسع أدنيني سنسمي أفريذ الليسر أي غير أفريذ الليسر لن السبث السبث مزواروث أقلغ أن سيدي روساناقي ومقارن أقول للأنوار نسى الحقيقة الدنيا كل أنوار سوى سمي دي شقع ربي سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذن سيدان قارو قم شقعني دي شقع ثخلقيث إنجرس ربي ذنفين أفريذ الليسر يعني أفريذ ينجر أي غر خطر قبل الأنبياء ما نغال التاريخ تاريخ البشري سكوس من دخل ربي ثخلقيث إمذانا يعرقسن أفريذ يعرقسن تاع الصح سنذين غفيد سندة الله ثقي في ذي المجال الفلسفة دي لا فيلوزوفي سما ناس باش تفسر باختصار لنسين ثلاث دوائر دو زون لا بروميير زون الدائره الاولى اسميس دائره التعقل يعني ما يستخدم بعد ما لاغيس العقليس لا دوزيام زون الدائره الثانيه اسميس دائره التخيل لي ايماجينيون سنفتغ مثال أنقيم مقلة الجامعة نغلقخان أنسل أيها أكن من الله لعقل النغ إفكي غد المعلومة إلا ويقلن في رثبورث ولا شو دين كونترير ها وإن كان استفطر نورمال مشيك ذي السنة إلى خفيف ذي السنة إلى خفيفة من كي نخدم الصوت باش كان هذا نظر باللي لا عقل النغف كي يغدي يون الجواب دائرة التعقل ما نستخدم العقل النغ أنفهم باللي إلا ويقلن ذفير ثبوث هناك طارق وراء الباب هذه مسألة محل حسم نظر ياكو خطر العقل يفكثي ضربي هدية أما كنت يفكي النظن يفكد حاسة الشم أنسل وانزر النغ حاسة السمع أنسل سمزغ النغ يفكي يغد حاسة اللمس يفكي يغد البصر أنسوالي إنسان يزري إلى آخره فقي نعمة من نعم الله نعمة العقل أمزغ يسلى العقل يخدم الأناليز يخدم تحليل يفكير درسالة مساج باللي إلا ويقلن في رثبورث نمس فهم ثقي دائرة الاتفاق نمس فهمك يلا أنروح للدوزيام زون دائرة الثانية أن ويقلن في رثبورث ثقي دائرة التخيل إلا قد نيماجين أسينك مثلا أشو الشكر أكيني الشيخ الجامع إكشيني ذم قرن تدرث إكشيني ذم داكلي وخطى ذا الوقت دياس أن روحا أن مخلى فيها كوا دائرة التخيل مجال الاختلاف المشروع ليجيتيم ليغال لا بروميير زون ولا قرن مخلف خطر العقل نغيون غاسي مخلف في الدرجة مي الرسالة ديوث ولكن دائرة التخيل إيلاقا مخلاف أي غرد في المثال أكن خدم الشياخ وسائل الإضاح لتقريب الفكرة إلى الأذهان أربي خلقت ثخلقيث نمس فهم يوك ثخلقيث سقو اسمي سيدي خلق ربي سخدمنا اللغن السن العقل السن كليون الناياس سلعقليس
إن كيني توخلق غد صافي لويدي خلقا إلا أن كرياتور الخالق ثقي ولاش الخلاف ذيك ساعة ولاش الخلاف أدمد وين تفغيض سقاس مي خلق ربي الدونيث أتخمي من كيف باللي إلا ويغدي خلقا أنا مخلوق إذن هناك خالق أما كنت النذيهين هناك طارق خالق فقي دائرة التعقل يلا أنروح لفيتا سوبيريور أنا اللي غير جزاز من الخالق أن ويغدي خلقا مشكلة أما كن مخالف نكوني إمين ستقساين ويقلن فير ثبورت ذا قيذا مخالفا ذا ينمي عرقنا سني فردان السبل اسميس القرآن السبل يونا سيقار ويغدي خلقا ذي طيج يطيج مقر صافي إنسان يغدي خلقا ويغدي ناس ذاقور ويغدي ناس الطبيعة لا ناتير طبيعة أكا شغل دوكاجو ثلال فاطاطا نغ طوماطيش اسمي ثركا افغن دواني دي افغن طبيعة بون وقيد كلام فارغة اوكيولوجيك امشيك كيشيني ودي خلق الفاطاطا ني روح الازداف اتصفل باللي دايما السؤال المحير هناك خالق ثقيل مسفان في اللاس من الخالق ذاكي مخلفا ويالله اسمي سلات عبد نظرة عباد الأصنام اللات العزة ويالله عبد أقور عباد القمر ويالله عبد النجوم إثران ويالله عبد ثيمس المجوس كل يون وقعبذ مشكلة أدوال ثورة باش نمسفهم وين إلا ذفير ثبورث ما نفغى نمسفهم إلا قاسم استقسي أسنيني أنواع إيقلان ذفير ثبوث من الطارق هو الذي يجيب نغلا إما ردينين كيني ذي الفلاني إفراشون نغلا داين المسألة فرات من المين استقسام من الطارق أنواع إيقلان ذفير ثبوث إنا دينك ذي الفلاني نمسفهم نخاطي أدينين كيني ذي المؤذن أدغى ثفرة صافي نمسفان في الدائرة الأولى والثانية في مسألة الخلق أن استقسي أربي دي جاوبن ذا شو يجاوبت عن طريق الأنبياء مفهوم أربي شقعد الأنبياء إلي بروفيت قرنس نستقبيليث إمولهن انتالسا إمولهن انتالسا استعرف هداته البشرية أكن ملان أغد قارن ياكوا أما سيدنا نوح أم غير الأنبياء أما سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا يوسف سيدنا يعقوب أكن ملان الناند ويناكني أسقسي النيام قران يكوني قلقن يكوني هلخن أثان ربي جاوفد إشقعيثني ذي مولهن ذي الأنبياء لبروفيت إنا يسن ربي يرنث يسد الجواب يسد سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي غيوحى قراءتان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الحمد لله ولا ما بشف كان باختصار تاريخ البشرية ربي دي جاوفن أدي قرست قسني يسعام يوعر إهلحيكون يقلقيكون يجاوف ربي يوان لو كرياتور الخالق هو الله تفرع أي غرد زوار نقطة جيث مثلا بشكل نفهم يوعر يوان ما يعقرس ما يعرقس وفريذ ذي الدونيف ما يعرقه وفريذ أن تقلق أتقص أدوح ضرث وليلثي عقاك وفريد أتعر أستقلقض ما ثوف يضيب نطفك أفوس أشيني كينيس قذ بويالي سيث وريلث الحمد لله تفرحض لو كان شيخ موريون تاسيون ديستانس سير بعد ذلك نروح هكا روح هكا روح هكا أدروح هذا ما تقلقض
هو كنت تخمض جي بي اس من هذا الصلاة التكنولوجي وكني وليت ترتاح على وليك إما يولي لا يذيك أتسيلي تصير لا سيكوريتي لا سيرونس إيه نولي وكي أسئلة فلسفية خاطر لانت أسئلة وعرانتا هد انت اللغان لفيلوزوف الفلاسفة هد انت الفيزيائيين علماء الفيزياء خاطر لانت قواسم مشتركة بين الفيزياء وبين الفلسفة وغيرها إلي أبو ماضي لندق صاحب الأدب صاحب قصيدة الطلاسم هو الذي عبر عن حالة التيه التي يعيشها هؤلاء جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود أم يعني عرقس وفريد يتقلق عادي لكن نحمد ربنا نشكر أفريد يسجمن يقعذن أفريد اللي سر يشكي إن يأخذ ضرب سبحانه يفكثي داك الأنبياء الخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في شهر الأنوار وحياته أنوار وكل حياة المسلمين أنوار إذا كانوا أوفياء لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ينزل فاس القرآن سي الآية تنزل في اللاس وإنك لعلى خلق عظيم عند دوس الآية تساد ذي سورة القلم الآية 4 وإنك لعلى خلق عظيم لا ينظن ذي سورة الأنبياء الآية 107 ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صافي ذا الرحمة إلى العالمين ثورا أنظر أمشي دين جرافريد ثم زواروث ذن سيد قارن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ذي الحديث أمشي قهضر يصحب قريش أمشي قهضر كل كفار نياك أسنقار إني سد لا إله إلا الله أتربحا ما تنجحا ثم ديثن ون تسع ديث يرش ديثن سفريذ السلاح ولم يقارن أفريذ السلامة أرثكين داما لا إله إلا الله تفلحوا ثيني مديوسا ومخلوقني أبو لهب مسينا ألي هذا تبل لك ألي هذا جامعتنا إثما شهوت النظام نمسفا أيضا دغ ربي سبحانه ينزد في اللاس ذي القرآن إن يس ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها أي غدي ربي كا خطر زمر ينذي من صربي أدقرنت آثار الجاهلية اسمه يومن صربي شو البورسنتاج 80% يومن صربي 10% سوين النظام أكا ربدي قال لا إلى قدر الإيمان زدي يصفى فرسد الله النظام ثناد يا أيها الذين آمنوا المؤمنين آمنوا بالله ورسوله معي لقد فورتيفين نغ أوغمونتي نغ فورتيفي إلى قد فكما فوذ إفدن الإيمان نوان ماشي كانت صوت شوط الإرنو دوبلياس أي غار خطر أكنك قوى الإيمانينك إيه يلها باش تفضي ربي أكثر باش تصوت الإيمان إقوان أتفضل فينا إثوذر فيك العبادينك وتذفعض أفريد ربي سبحانه أفريد نسليسر إديجا ربي سبحانه ذي ليسر ذيني من مقويات الإيمان أتصيق الله يرش ذا غرصة في صلى الله عليه وسلم ذا شوك سنرنين الإيمان ثم زواروث ذي العبادة العبادات يكون تظليث العشور رمضان في قذقي ثم زواروث العبادات واجب علينا إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات الآية 56 ربي ذا غينات الآية المسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ذا كأمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء الآية 92 فاعبدون العبادة لله نمس فهم إن ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أعبد رب المثموث وليش الكونجي
ولا ماذا موضين يهلك ذي سبيطرة ذي الزال أين ميزمر الميسور لا يسقط بالمعسور كما سيأتي البيان. نمسفا العبادات تكنت أفوذ الإيمان تظليث خمس صلوات في اليوم والليلة أرنو يسلع شر ونسعى الشروط أرنو يس رمضان يويني زمرا الحج ذي العمرة يويني زمرا أطلنت العبادات على حسب تزمر. يلا إلا وين نظني تساكد يفادني الإيمان ذا شوث الخير أتخمض الخير بكر الإيمان جرغم أتعون ذيك الليل إمغفان زرضي موضان أتحضر ذي الجنازات أتقضي شغف ذا الدارث لقضي شغف ذا الدارث لقديش في الجامع أتفنو السبيطر الجامع ثم عمار أخ الصغر إن شاء الله تصغر ذات الصغر ذاك نقارني مغارا أتصغر ذات الصغر وقيوك اسمي الخيرة ربي سورة الحج الآية 77 إن دوفعلوا الخيرة خدمة الخير ودينا هذا شو ها خطر كل يوم شو يحمل بل كتصف داقي ذي الجامع لأنه وقيد يحمل إيموضان أن دي لو موضين يوضيث بل كتصف ضوياض خاطيهم كامل كون يتحمل إيموضان وقيد يحمل جنازات أذغي زن وذعي وزن وإلى آخره لا جردام قران ويال السيري ذن الميثين هذا نفذر أخذت بل كتضيون دينا جميع سرد الميث وتخميم على مين بايا وكين كسرد الميث إما يقواد إما أكا ولا شيء دي لوجيسيالينس عادي المهم لا يستنكر ولا قارسي الخذ ما يقول سعر الأجر نو أما السعد أما رزق بوين أري السيرذن الميث ذف نادم ثارذان ثانقاروث لين شيني جعلك ربي لنرقزن سير نرقزن ثلاوين سيرين ثلاوين نغدا ولكي باش لفت انتباه باش أدنيني لا يجوز اختزال الخير في مجال محدد كل ميسر لما خلق له ويضح ملن مثلا لقديش في الدارث تصفض عشر انغاش لقديش في الدارث ويضح في الجامع ويضح صغارين ويضح من الصلح ويضح كل يونا دثي ولها ربي ربي اسم ياس الخير في كوالي اسم ياس العمل الصالح أشو دينا في سورة الكهف الآية الأخيرة الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه ذي المؤمن ذا شار يخدم فليعمل إلا قد يخدم لا فليعمل عملا العمل قبيلي الناس ويني فغانس كسوس وذي وسنين مدناسي ذي إلا قد الشروثي ذي حديث صحيح رواه أمازيغي أصيل يخص هو ولاكي سيدي الشرو مما ول لو تيرم اشرو كي ما كتشرو ضا زمور اتشرو سيدي المعنى سلم يثقوا سيدي الشرو لو كان شويه تصخر مكان هكا مما يطاس ويني فغان سكسوس وذي وسنين مدنا سيدي لو ستاتو ينس ديال المجتمع هذه سعو القدر وسنين مدنا سيدي إلا قاذي الشرو ثيذي تبقي ثندا تبغيض تبقي ثندا تبغيض ثقي ستون راجل جنرال يابستريت قاعدة عامة ومجردة ذي القراية ذي الخدمة ذي الإصلاح ذي الصناعة ذي التجارة أندا تبقى ضطف يرنا ذا غيث قفايليث إنك ما تخدم ذي الخدمة قرزيت زر ذا قرزيت باش تسن كمال ربين في صورة التوبة الآية 105 وقول اعملوا خدمة ثم الدنيا ثم الآخرة فسيرى الله عملكم مدام ربي ريوعون الخدمة غتسيوالي إلا كان خدم الخدمة يقرزن ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة لانفيزيبل إلى فيزيبل معنى ربي كل شيء يزراد كل شيء يحصاد فينبئكم بما كنتم تعملون يوث الليه تسمش طحث يعوذ ديوه والخدمة غطاس وقل اعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لتروى رفيرونس
من بعد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد إن الله يحب يحمل إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ربي يحمل وين يخدم من خدمة أتقرز واستقبالي ثقارا يير الشغل يتقلى ذي فافيس ثلاثة مسلين يير الشغل يتقلى ذي فافيس. صفي العمل الصالح هذا هو غالما سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المعنسة دي خدمي وذمر ربي أما ذي القراية قرب ذو الورشة القراية للشياخ إلى آخره أما ذي القراية أما ذي التجارة أما ذي الصنعة أما سف اللحف كل شيء أما ذي القزمة صمتو ثمزي مقر يير الشغل يتقلى ذي فافيس. العمل الصالح مقوي من مقويات الإيمان مقويات الإيمان. نبضد ندب اللي العمل الصالح نغ العمل الخيري يتكفو ذي الإيمان يتنرني إلى وين النظام من مقويات الإيمان قراءة القرآن الكريم أول ربي زر مكوني لجذوذ النغ فكان سزالي أول ربي يطاس خارنت صغارين خذ من ثم عمرين خذ من ثم عمرين الوقت في فرنسا القرن 32 سنة أكني القرآن وريف في غرة سقوال لغن لجدود النغ أي غار خطر سعن في سمين في الدين أو في سلمت حرزنت وربي حرزيثن وخذ منهم قرنة كرر الحزب الراث في النيخ دمناكني ذاكي في الشمدي لا ميتودولوجي المناهج لكن قرن الشيخ النغ المناهج محل اجتهاد ماشي مسائل توقيفية بدن إلا وين إلا توقيفي الأصل فيه الاتباع إلا وين إلا اجتهادي الأصل فيه الابتداع. هذا مكان شغلو ميكرو ياقي واقي ذا جديد ولا شي ذي الوقت في صلى الله عليه وسلم مثل كده الوسيلة سيلة تكنولوجي باش تسيوض الصوت دايا ما إلا أخذ من سمي صلى الله عليه وسلم ستاريقة ياقي باش نقعد الصفوف دايا. هذا مكان النبي عليه الصلاة والسلام دي قارة يستوي واستقيموا باش الصف هذي اللي قاعد في كده مسألة اجتهادية كليماتيزر مسألة اجتهادية التربية والتعليم لفالور ثابتة القيم ولكن طريقة الترسيخ لا مسألة اجتهادية. لذلك الجدود نغحرشن أم شارس خدمن باش حرزن القرآن خدمن في ملي الاثني أتشررا القرآن دارك يسمس ذكرر التكرار إذا تكرر تقرر يكفى أول أتغرد شين سورة الفاتحة 100 مرة أتكشمل لغيك أتغرد سورة مثلا الضحى والضحى والليل إذا سجى 100 مرة أتكشمل المخيك لأنه قد يحفظ القرآن سمزوغ عن طريق السماع. أي غرد دنيغة ولاقي باش هذا دنيغ باللي القرآن الكريم ما تغرض بتدبر الإيماني كذي النرني ما ثغرت ساد الحسنات ما إلا تدبرت أتفهمض ساد لجر أكثر. أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها يقول ما يقال القرآن الكريم بتدبر أصغر مثلا القرآن الكريم ناد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية يجي ذنت سثر يسخذ من المخيش باش تسوحظ ربي ذك ذورار تيووسا أو تادن أتسوحظ ربي ذك وامان مدغلين سقيني لهوا أتسوحظ ربي ذك قذفل أفروري لبحور السفن إغزراوان أتسوحظ ربي ذك وكالاكي ذي نتسيذير نفنفلس اللوزينات الجوامع إخامن
الكرة الأرضية تمشطوح بارابور الكواكب النظام تمشطوح مليح. أتوحد ربي وكان دي خلق ربي ذي الحيوانات الزماوان الغمان الزقاران وحد ربي ذي الفيور أتشم ذي البحر عالم النظام أشحال قلنا بين دي خلق ربي ذي البحور عجيب إلى تخصص ذي العلوم اسمي علم البحار علوم البحار في سبيساليتي تخصص القراية علين أتغرض جمان غاسيد هذين كني خاطيني أورت سوالي غلايا قور ولا يطيج ولا يسفن ولا البحور وليماني ربي الناد ذي الآية قوم السلام صورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق لونيفير وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي سورة الذاريات الآية 21 ربي وفي أنفسكم أفلا تعقلون خمم وحد ربي قيماني أمش ديفك ربي العقل يتميزا إلى يستغر فلك وذي الميزان أمش ديفك ربي مزوغ يتميزا يرصواف أمش ديفك ربي إيلس يدي السفغني مسلاين أمش ديفك ربي ضارا يقرف ذن لكوريني شاك الجسيني شرف ذن سيني ضارا أمش ديفك ربي أولي هذه خدم ليل ونهار مدي حضرات الصدى تجل إلا وقى يتحركنا موتور بوليس خاطي ذينيم لن وقى ذو يحبس بوليس أثي دفن الصبح يموت. سبحان الله شيء عجيب ذينيم دينا ربي سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صفي القرآن أغيوي أنسع الخشوع أنسينا ربي سبحانه أكثر وثن حمل أكثر وثن عبد أكثر ونتسع القرآن أغي توليه لوريونتاسيون أشي قار خمم وين دي خلق ربي أتوح ضد ربي. الكتاب كتابان كتاب الله المقروء ذي المصحف ذي النسخة كتاب الله المفتوح أنوى ذي الكون الكون يكوين دي خلق ربي ذي الدوني ثقي ذيني مين سلام تزران أتصل علماء ماشي دين سلمان كشمد الإسلام إميت سنافين أغفتي ذتس وفانس يا خاكا تسلمك غسل تودي زمانا قيثورا أتشتغل كان ذي الانترنت أكدفكناك وقال كشمد الإسلام كل يوم ذي التخصصينس كشمد القناعة لو كانوا سعينا القناعة ذل موحال يون وسدي 1985 إلا يون اسمه أرثر أليسون أرثر أليسون إيفان ماشي نغ إنجليزي بريطاني يصدر يون كونغري مؤتمر عالمي إنيس وسيغد باش بروفير بالقرآن كي والو ما كانش منه يغال اسمي سلا ياكل لي كونفيرونس لي ياكل لي ديبا نظران يغال يشوهد في 1985 ذي الوقت ني يسعى 75 سنة ذي العمريس اللي كتنادي غتنادي 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 ثورة وفيغ قرن استقبالي ثوين وذان يوفى المهمة ذي ناديون غارودي غارودي فيلسوف فيلسوف روغي غارودي والرجاء غارودي يوسف ذين في الجزائر بعد ثلاث سنين يكشم الإسلام 1982 يكشم الإسلام بعد ثلاث سنين يعرضي فيد مولود قاسم مولود قاسم النغط زرامت تمول في النغط يسمي مولود قاسم نثف القاسم رجل مفكر وعالم كبير أيث مثلا اللغي اسمه قار مليح يعرض داك وقال لي بول يمقرانا يعرض سيغريد هونكا فكذا ألمانية صاحبة كتاب شمس الله تسطع للغرب تخدم دلا كونفيرونس للمانيث ألان سيكسن انت للمانيث ألان سا شحالك حضرا لسولا دي خدم الترجمة تخدم يتدس اللغة الألمانية ذي تسين في قيث الجزائر يساد غارودي روغي غارودي يحضر ذي في قايث
1985 بعد ثلاث سنين نتساي قاريم بوال طرمي الهضور دينا إنك اللي كاثوليك يعني مسيحي كاثوليكي إنك ذا في فيلسوف سمانا سلون دو ديالوغ رجل الحوار يتسنادي غف تيدتس ألمي يوضر تيدتس ينادي يوم بوال إنك شحال قث السغمان ونكسر الشياض ويكسر الفاف أمين الشاضن يفوذ استفكض الجازوز ويتكسر نغسفك ضمان البحر من لحن مستفك ضمان بذرار لو دو سورس امان الله يبارك اكيني كسي شياض انت شو دينا انك شاضغ 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 المي ومن غسل اسلاميك يروح شياضني اتصم سيني دينا جارودي الفلسيا فوربي ولا ارثر اليسون ولا ادوارد سبنسر جولز ولا اتاس كيسمون موريس بوكاي الى اخره ولا وين دي خذ من اسم الانسان ذلك المجهول أليكسيس كاريل أليكسيس كاريل يعني اتاس كيسمون فذر دي قديما ودفذر غالي جديدا فذر دي قديما نهضر يدسن اتاس الحمد لله في كاد ربي لي زوكازيون زرثن شو كي ديبوين إنا يخالمي ومن غبلي يلا يون يدي خلق الدوني ثاقي لربي سبحانه ذنسيك استاهلا باش أثني السين أثن حمل وأثن عفظ الحمد لله قبل أن جدوني نومن صربي سبحانه عز وجل أدو غلق ذا شو قرنون الإيمان سواتاس النظر في كتابي نربي سبحانه كتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم وكتاب الله المنشور اللي هو هذا الكون الفسيح الخاتمة ذا شدين غيث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إنيس ربي ذي القرآن في سورة الإسراء ذي الآية في 9 إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ونتسى يوصف فيه ربي سبحانه الرحمة صرحنا مادام صرحنا إن جرى دبريد الليسر أما ذي العبادات أما ذي المعاملات أدفتغ مثالين ذي العبادات ربي أكذن فيها دقارا الظل سودوذ أقيم الصلاة ذي الحديث صلي قائما الظل سودوذ ما سيتزمرت إمورث زمير ضارا إلى ليسر ذي القرآن ليسر الظل ستغيميث صلي جالسا قاعدا يموت زمير ضارا ظل في ذيس إذي سيفوس إذي سظلماض ظل في نهنيث المهم الظل موت زمير ضارا ولو كان سوالني لماجيناسيون ذي كورونا لو كان يظلمك تفيد كورونا يروح كلش كلشي يحبس أتصدق نغيك جارفن كورونا وريموت وريديره وقال جارفن زران الهواء ولاش الأكسجين ولاش لا حول ولا قوة إلا بالله فالأكسجين هذه نعمة نعمة عزيزة نسعى الأكسجين أنت ريسبيري نورمال باش نفتسو يرى ما شاهو ذي الوقت الني الأكسجين لا كريز المشكلة يون فافا سيتمتساف يخص الأكسجين ولاش فقرات الأكسجين يفوق شيش يتزال يوضر يونم داكوليس يضبر تقرعت يرفضي تي دا يتسزل يصوني بورطابل يرفض تليفوني ناس روح كان سلع قليك باباك يموت وقل كان فقديني ضران يروح ديوي الأكسجيني فافاس خطر ولاش الأكسجيني يموت نكيثور الهوى يجي نعمة رب دي قار سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أما ذو أكسجين يجي أما ذوك أمان سورة الأنبياء الآية 30 ربي نادى ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء أمان كل شيء حي كل شيء أما صاف ضفروخ أما الطجرة أما الحشيش أما ذبنادم أمان وين دي فكان ربي سبحانه الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء هذه بعض مقومات الحياة لا تقوم حياتنا إلا بها وتستحق الشكر رب دقار
وسيجزي الله الشاكرين. هثن المهم الزال ذا شو تستاقي ذا ليسر استقبال قرن أكون يفكر ربي السر ذا ليسر أفريد ليسر وربي الناد يريد الله بكم اليسر. سورة البقرة الآية 185 ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. صافي ذا فريد الليسر. العبادات خير ربي ذي ستصل الليسر أتصل الأمثلة مثلا قالوا ذي المعاملات مم ذي المعاملات إلا ليسر ليسر. مثلا يمثنا إساني ذري من وريسينار التجارة يمثنا وريسعار ذري من ميسن التجارة يسألوا سافوار أدخذ من العقد وقيم من تيسير الشريعة وقي ساعة ذريم وقي ساعة الخدمة يسن تجارة الانفستيسمون وكذا أدخذ من ليون العقد اسمي عقد القراض ماشي القرض عقد القراض اسمي سويض عقد المضاربة. أدخذ من التجارة مشروعة ليجيتيم تجوز ثملال ثموسني أكت ذريمث خذ من تجارة وقي ساعة ذريم لو كذي خم تجارة غادي يخسر خطر السينارة وقي ساعة ثموسني ورسالة ذريم مسكين يقيم. ولكن الشرع دي قاري لا لي سر خذ مثل عقد يجوز وكن يعين ربي لي سر يرنفضو الفايدة أكنيث بغامة أكنيث مسفامة 50-50% 60-40% 70-30% ضبرتي قراين وان دو تير أن تير أكنيث مسفامة يجوزو ممث مسفامة مرا السغالر تعرفيث تعرفيث المعروف عرفا كالمشروع شرعا كالمشروط شرطا مولاش تعرفيث خطر تعرفيث تسعة مازال شرعي ناد 50-50 شيني تاموسني نتسادة ذريم أكوني عنا ربي أذي باركة ربي ذي رزق نون ذي ثذرث نون. إذن مظاهر التيسير في العبادات كثيرة لا نحصيها عددا في المعاملات كثيرة لا نحصيها عددا هذا هو طريق اليسر. من ذا عبري السلامة أرثكين داما ثم ديث النغن إن شاء الله هك أسيلي تمديث الصفراحا تمديث تسعديث هذه جعل ربي تمديثنا مرة تمديث تمر بوحث إن شاء الله إموضانة نشفو ربي وقاذي موثنة نرحم ربي وقاذي يسعان تزمرث أكون يفكى ربي تزمرث نزمورث أكون يفكى ربي السر ذلي سر ثلاثا سر. آمين آمين الحمد لله رب العالمين.